ماذا تختار، الحياة أم الموت؟ قال النبي موسى قديما دعوة مصيرية تؤثر على حياتك في الحاضر ومصيرك الأبدي. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. دعوة لاختيار الحياة للموت، اختيار الخير للشر، اختيار البركة للعنة، اختيار الطاعة للعصيان. اختر الحياة، إنه أهم بل أعظم قرار. اختار الإيمان بالله والمحبة له والالتصاق به، فمخافة الرب للحياة. اختار مخافة الرب، لأن مخافة الرب بغض الشر وهي الحكمة عينها. اختار أن تسمع صوت الرب وتطيعه. اختر كلمة الرب، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. اختار التعليم، اختار الرب، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب. اختار البركة وارفض اللعنة. لا تحب اللعنة لئلا تأتيك. اختار الحياة لكي تكون مباركا في دخولك ومباركا تكون في خروجك. عندها يأمر لك الرب البركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك، ويفتح لك الرب كنزه الصالح ويبارك عمل يديك، ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط. هيا قرر اليوم كما قال يشوع، اختاروا لأنفسكم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. صلاتي أن تكون كمريم أخت مرثا وألعازر التي جلست عند قدمي يسوع. مكتوب عنها: فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. صلاتي في هذا العام أن يحول الرب اللعنة إلى بركة واليأس إلى رجاء، وتكون سنة مباركة ومثمرة، سنة خير وبركة وصحة وتعويض واسترداد وشفاء ورجاء وتعزية وفرح، سنة نصرة وخلاص، سنة استجابة الصلوات. لكن تذكر إنه البركة تبتدئ بتتويج الرب يسوع المسيح ملك ومخلص على حياتك، لأنه مكتوب: الذي يؤمن بالابن، أي الرب يسوع كلمة الله، له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وتذكر كلام المسيح: السارق، أي الإرهابي الشيطان، لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لذلك اختار الحياة، الحياة الفياضة والفضلة والحياة الأبدية. فالمسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقال أيضا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. لأن المسيح هو مصدر الحياة، لأن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. صرخ بطرس قائلا: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. وكما قال الرسول يوحنا: فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. مكتوب أيضا آيات أخرى:
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. اختار الحياة لكي تضمن حياتك الأبدية. كتب الرسول يوحنا بالوحي: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. اسمع لدعوة المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لذلك اختار الحياة.